في عندك مطلوبين تسلم المطلوبين. شريك للجناه ومشارك في جريمة اغتيال ضباط الشرطة وفق القوانين، هكذا وصفت شرطة تعز عادل أبو فارع المكنى بأبو العباس خلال مؤتمر صحفي وضحت فيه تفاصيل الأحداث الأخيرة في المدينة، والتي ذهب ضحيتها قتيلان من الأمن و13 جريحاً بسبب ما أسماه المتحدث باسم الشرطة رفض تسليم أبو العباس المطلوبين أمنياً ومنعه قوات الأمن من القبض عليهم. الأحداث المتلاحقة والتحقيقات الأولية للشرطة أظهرت وجود خلية مسلحة محمية من كتائب أبو العباس، وهي الخلية التي نصبت كميناً للأمن في الحي الجمهوري بعد القبض على أحد أفرادها المدعو مختار العسيق، وهو ما أدى لاستشهاد النقيب محمود الحميدي الجمعة الماضي. وفق إدارة الشرطة فإن مهلة مدتها 12 ساعة أعطيت لأبو العباس لتسليم قتلة النقيب المحمودي بناء على توجيهات المحافظ نبيل شمسان، إلا أن المهلة انتهت بانتشار مسلحين بحي وادي المدام وقيامهم بالاعتداء على الجنود. وبحسب البلاغ الأمني فإن المجاميع المسلحة المحمية من الكتائب قامت بنشر القناصات ونصب مدافع الهون مستهدفة الأحياء السكنية، ما أدى لمقتل امرأة واستشهاد الجندي عمار عبد الكافي وإصابة 5 آخرين قنصاً، في الوقت الذي قامت فيه عصابة مسلحة بقيادة المدعو أحمد الذرة بنشر رشاشات ومدافع في منازل سكنية أسفل قلعة القاهرة. الفوضى الأمنية الموجهة بوصف مراقبين ستستمر بتعز طالما بقيت سياسة التفاوض مع المطلوبين أمنياً هي الرائجة، وطالما ظلت مشكلة أبو العباس المصنف في قائمة الإرهاب دون حل نهائي يفضي لتمكين الأمن من بسط تواجده في كافة أنحاء المدينة والمحافظة.